بركاته. متابعينا الكرام، انا سالم من جديد معكم هاب محمد من قناه وينو كونكر. طبعا فيديو جديد من فيديوهات ببجي نيو ستيت، والنهارده هنتكلم عن الشحن في اللعبه اللي هو شحن عملات الان سي وكمان سيرفايفور باس او البيت الباس. عموما في البدايه احنا لما عايزين نشحن بندوس على علامه الزائد اهو، هنشوف الاسعار. عموما في عروض هنا بيقول لك 3000 ان سي زائد 30 تشيكن ميدل ب 170 جنيه مصري، او 30000 ان سي زائد 15000 ان سي بونص زياده، يعني حوالي 45000 ب 1700 جنيه. ده طبعا افيلبل ان 1 تايمز بير مانث، متاح لمره واحده بس لمده شهر. التاني ده مره واحده للاكونت فقط لا غير. لو عايزين نشوف العروض دي يا جماعه، 300 ان سي ب 17 جنيه، 1500 ان سي وعليها 80 بونص، يعني هيبقى 1580 ب 80 جنيه، 3600 عليها 250 هيبقى 3850 ب 200 جنيه، 9300 ان سي زائد 9930 يعني حوالي 10130 10230 عفوا ب 520 جنيه، 15000 ان سي زائد 1800 هديه يبقى 16800 ب 830 جنيه، 30000 ان سي زائد 5000 بونص يعني 35000 ب 1700 جنيه مصري. طبعا بتختلف على حسب كل دولة في العملة بتاعتها، بس بصراحة الأسعار جامدة جدا 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 ومنافسة جدا. على فكرة هو حاليا ممكن تشحن عن طريق ماستر كارد، لأن حاليا كان أنا كنت بشحن عن طريق فيزا فودافون كاش، بس طبعا مع الأسف جوجل بلاي منعت الحوار ده لأن هي بتعتبرها سبام. فإن شاء الله فيما بعد هعمل بماستر كارد وأشحنها بإذن الله. أكون لحياتي البيت الباس لأن أنا بعمل في المهمات بتاعته. البيت الباس يا جماعة بندوس على الباس ده، زي ما انتوا شايفين اول ما هيجيب لك ادي الواجهه بتاعته، جميل جدا. بيجيب لك هنا عده مهمات مش تستلم بيها. طيب احنا بقى لو عايزين نشتري الباتل باس نعمل ايه؟ بتدوس على حاجه اسمها ابجريد تو بريميوم، بدوس كده اهو، هبقى اعمل 1500 بتاخد كل الجوائز اللي هي 50 بريميوم ريورد، بس طبعا لما بتعلى في الليفلات. 1500 يعني بحوالي 80 جنيه في الشهر. او ممكن تاخد العرض بقى اللي هو 3800 ان سي، هتاخد جولدن ماسك هانتر وكمان 7 تشيكن ميدل و50 بريميوم ريورد انلوك. طبعا بتقدر تفتحها كل ما تعرف الليفلات. وكمان سلوت انلوك تيكت 30 يوم، وغير كمان البانر اللي هو جولدن ماسك. بصراحه صار حلو، مش وحشه، جميلة جدا، أسعار تنافسية. ممكن أقول لك كل حاجة لما بتزودها مثلا بتزود بتاع 5 جنيه عليها، 10 جنيه وما إلى ذلك، على حسب الناس اللي هتشحن اللعبة فيما بعد. سعر حلو جدا، مش وحش، أسعار حلوة جدا جدا جدا. هي دي شبيهة بصراحة، أقول لكم شبه كل فيديوهات الموبايل، لأن أنا بلعب اللعبتين ف قريبين من بعض جدا حتى في الشحن. أو بمعنى صح، هي ببجي نيو ستيت هي اللي أخذت العروض من كل فيديوهات الموبايل، هي نفس العروض عموما. كان معكم يا عبد محمد من قناة وينو كونكر. ما تنساش لايك الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أتمنى منكم كل خير وكل الدعم، والسلام عليكم.